استعدادا للمشاركة في النسخة الثالثة لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين المقررة بجنوب إفريقيا مطلع السنة القادمة، أجرى المنتخب الوطني المحلي حصة تدريبية بمركز الوطنية المعمورة تحت إشراف الإطار الوطني حسن بن عبيشة، والذي عبر عن تفاؤله بخصوص المشاركة في هذه المنافسة. كنظن بان الحظوظ ديالنا متساويه مع جميع المنتخبات، عندنا منتخب بالنسبه لي انا منتخب عنده امكانيات هائله، عنده تقنيات في المستوى، ان شاء الله نحاولوا ان نمشيو ونبينوا داكشي اللي قادرين عليه مع المنتخب هذا. فبالنسبه لينا ما غادي نمشيو ماشي غادي نمشيو من اجل المشاركه، ولكن من اجل على الاقل نلعبوا نصف نهائي. لاعبو المنتخب الوطني المحلي ابرزوا ازمه مر تحقيق نتائج ايجابيه من خلال بلوغ أبعد محطة ممكنة في هذه الكأس والتي يشارك فيها المغرب لأول مرة. هذا أول تأهل بالنسبة للمنتخب الوطني، كنتمنى إن شاء الله باش اللاعبين اللي تمت المنافسة عليهم يكونوا في مستوى يشرفوا الكرة المغربية ونحققوا إن شاء الله لما لا التتويج. كنظن بأن الأمور يعني ما بداتش بواحد الشكل جيد، يعني التربص جا متأخر شيئا ما، ولكن كنظن بأنه ثقة في اللاعبين وفي الإدارة التقنية إن شاء الله باش نمثلوا الكرة المغربية أحسن تمثيل. المشاركة ديال المنتخب بصفة عامة يعني أن حنا مستعدين ومتجندين إن شاء الله باش نمشيو نحققوا نتيجة إيجابية، والحظوظ فهي كجميع الفرق اللي متواجدة اللي غادي يدخل وغادي يدخل بعزيمة وإرادة فهو اللي غادي إن شاء الله يمشي بعيد. وكان المنتخب المغربي المحلي قد تأهل لهذه البطولة بعد تغلبه على منتخب تونس حاملا اللقب، وقد وضعته القرعة من المجموعة الثانية إلى جانب كل من زيمبابوي وبوركينا فاسو وأوغندا. ويفتتح المنتخب المغربي مبارياته بالبطولة بمواجهة زيمبابوي في 12 من يناير، أن يلتقي بعدها بأربعة أيام مع بوركينا فاسو، ثم يختتم مبارياته في الدور الأول بمواجهة أوغندا.